أنا بشكر مجلس الأمناء على تقدمه بمنح درجة القوى الفخرية، أشكر الله لهذا الشرف العظيم، شكرا جزيلا. أنا لن أطيل عليكم لأن أنا عارف إن يمكن طويل شوية، فسأقتصر في كلمتي على كلمات معينة. معالي السيد عمرو موسى رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، السادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة، أستاذ الدكتور رئيس جامعة النيل، السيدات والسادة، تلبية لدعوة كريمة للمعالي عمرو بيه موسى رئيس مجلس أمناء الجامعة، فقد حضرت اليوم كي أشارككم باحتفال الذي تقيمه الجامعة احتفاء بتخريج دفعة جديدة من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. إن جامعة النيل تعد أحد الصروح التعليمية التي أقيمت من المجتمع الأهلي كي تساهم من خلال تخصصاتها المختلفة في صناعة وتكوين علماء المستقبل من أجل تأسيس مصرنا الحديثة. فمثل هذه المؤسسات التعليمية والبحثية وما تخلقه من مناخ تعليمي جيد يؤدي بطبيعة الحال إلى تكوين شخصية متوازنة يمكنها متابعة الجديد في مجالات العلوم المختلفة والتي تكاد تتغير مبادئها ومفاهيمها كل يوم. فلم تعد هناك مسلمات دائمة، ولذا كان من واجب العلماء أن يبحثوا عن الحقيقة وأن يستكشفوا المجهول كي يساعدونا على فهم الكون المحيط بنا. يمثل لمصر والمجتمع المصري إضافة ذات قيمة كبيرة، لأنه هنا التكنولوجيا هي أساس التعليم في جامعة النيل، والبحوث العلمية هي أساس التعليم في الجامعة، وبالتالي المتخرجين بيتخرجوا بعد ما يكونوا عملوا مشروعات إما جماعية أو فردية أو ثنائية في مختلف مجالات التعليم ومختلف مجالات الإبداع في التكنولوجيا والهندسة والإدارة. ده جامعة النيل بتقدمه ونجحت فيه نجاح كبير جدا، وطرحها لمشروعاتها في النشرات العلمية العالمية أصبح موجود ومعترف به، وده شيء يعني أحدث تقدم وارتفاع في درجة ثقة الجامعة بنفسها.